ده الجهاز بالملحقات بتاعته، باور سبلاي وتشارجر وترانسديوسر، عباره عن اكسلروميتر بقاعده مغناطيسيه ويو اس بي كيبل وكاري كيس وتاكوميتر لقياس سرعه الشافت، واحيانا بيجي معاه بالانسنج كيت وسوفت وير. الجهاز عباره عن كمبيوتر بداخله الكترونيك كومبوننت. ادي جهاز الفايبريشن، الجهاز بورتابل سهل الحمل وخفيف الوزن. هنشغله من زرار الباور، نضغط عليه ضغطة واحدة بيحمل بسرعة. ادي رقم الاصدار بتاعه VB6، موجود عليه زراير على اليمين وعلى الشمال للسوفت كيز اللي ظاهرة قدامنا دي. هنضغط على الزراير لانه مش تاتش، اللي على اليمين زي اللي على الشمال، بحيث اقدر استخدم ايديا الاتنين مع الجهاز. اهم حاجة تتأكد انه مشحون كفاية قبل ما تاخده وتنزل الموقع. ده التاكوميتر عبارة عن ليزر سنسور تاكوميتر، بيبقى معاه شريط او تيب يتم لزقه على الشافت او العمود الدوار، وبعد كده بيديتكت السرعة الدورانية للشافت. ودي ترانسديوسرز من نوع الاكسلروميتر اللي هو الموست فريكوينتلي يوز، عشان الاكيروس بتاعته والميجرنج جريد وسهل الاسمبلي والتكلفة بتاعته افوردبل. بيقيس الاكسلريشن بسهولة، ممكن اجيب من الاكسلريشن دي عن طريق الانتجريشن اجيب، او نوميريكال انتجريشن اجيب السبيد وبعد كده اجيب الازاحه. الاكسلروميتر من الداخل عباره عن بيزو الكتريك كريستال مثبته مع كتله، بحيث هتقيس الانرشيا فورس، وبعد كده عن طريق الكتله اقدر اجيب الاكسلريشن، وبعد كده هتنطلق اشاره كهربيه بتتناسب مع القوه دي. بيبقى مزود الاكسلروميتر بقاعده مغناطيسيه عشان نقدر بسهوله خالص نثبته على الكيسنج الخاص بالاله الدوران اللي عايزين نقيس الفايبريشن لها. تعالوا كده نوصل الترانسديوسر بمكانه في الجهاز. ادي التشانلز المتاحه، كل تشانل خاصه باكسسوري معينه. الترانسديوسر نحطه في تشانل 1، توصيله بيبقى سهل بالطريقة دي. نقدر نعدل الاوبشنز عندنا السيتنج، نعمل سيتنج قبل ما نقيس. ضغطنا على الاوبشنز ظهر عندنا معلومات خاصة باليونتس، الميجرنج يونتس، نضغط عليها. دي اليونتس الخاصة بالاكسلريشن، الفلوستي، ديسبليسمنت، الكرنت. على سبيل المثال الكرنت اليونتس امبير، والسبكترم سكيلينج ار ام اس. لو عايز اكونفيرم اضغط صح، لو عايز اكنسل او باك اضغط على الغلط، موجود على اليمين وعلى الشمال. الفريكوانسي برضه ممكن اغيره، هرتز، سايكل بير سكند او سايكل بير مينت، سي بي ام. ايضا اللينير سبيد، اليونتس بتاعتها متر بير سكند، والديستانس بالمليمتر. هندوس باك في الميموري، برضه ممكن نضغط على الميموري ونشوف الفايلات المتخزنة والذاكرة المتاحة. نرجع لورا، سنسور سيت اب. احنا مركبين دلوقتي السنسور في تشانل 1، مكتوب قدامي اهو enabled. اوبشنز على الشاشه ال LCD، ممكن اظبط الكونتراست بتاع الشاشه على حسب الموقع والاضاءه الموجوده فيه. اللانجويج، اللغه الخاصه بالجهاز انجلش، مظبوط على الانجلش، لكن اقدر اغيرها على لغه تانية زي الاسبانيه والفرنسيه الروسيه الصينيه. في اوبشن اسمه دي موديوليشن. موديوليشن لما يبقى في سايد باندز في السيجنال بروسيسنج، عايز اجيب سيجنالز فرعيه او اولي سيجنالز فرعيه. هنا هتنتج عندي انا بقيس السيجنال، فبيظهر معايا سايد باندز، ف
فانا عايز اعمل دي موديليشن او استخلص ترددات او سبيكترم معين من ترددات اخرى متداخله معها، زي في حاله البيتنج لما يبقى في تو سيجنالز بسيميلر فريكوانسيز. بختار دي موديليشن في بعض الاحيان لما افحص البيرنج، لما يبقى في تداخل من ترددات اللي جايه من الانر ريس او البولز، او لما افحص التروس يبقى في تداخل بين ترددات ترس وترس اخر. فالدي موديليشن بحاول استخلص موجه من مجموعه موجات متفرعه من الموجه الاصليه. تعالى نعمل عمليه تبسيط للقياس باستخدام جهاز الفايبريشن. هنحط ترانسديوسر على الفريم، وهنضغط على ميجر، وهنختار سبيكترم ويف فورم، وهنختار فلوستي، بمجرد ما اضغط ميجر، طبعا هو على تشانل 1 ترانسديوسر، فهيبدأ يسنس اي مصدر او اي اكسايتيشن خارجي، فبيسجل على طول الروت مين سكوير فاليو للفلوستي. هنحاول نعمل اكسترنال اكسايتيشن عن طريق دوران البوليس دي، هلاقي قراءة الروت مين سكوير زادت لما عملنا اكسايتيشن دورنا، وادي شكل الويف فورم. نحط ترانسديوسر الناحية التانية، والمرة دي بقى نرى الاكسلريشن. الاكسلريشن هنعرض الويف فورم في التايم دومين وفي الفريكوانسي دومين مع بعض. ادي قراءة الفايبريشن بالاكسلريشن روت مين سكوير، من فوق الفريكوانسي دومين ومن تحت في التايم دومين. تعالوا نستخدم الجهاز على ماكينة السي ان سي وهي عبارة عن فريزة رأسية. نحط ترانسديوسر في وضع الاكسيال، وهنقيس الديسبليسمنت. واضح كده الديسبليسمنت حوالي 2.3 مايكرومتر، مايكرومتر في سكيل المايكرومتر روت من سكوير، حوالي 2.4 مايكرومتر روت من سكوير. تعالوا نقيس في اتجاه الراديال، والمرة دي نخليها اكسلريشن ونزود السرعة. السي ان سي دي بتوصل ل 1200 ار بي ام، فهنزود السرعة. ادي القراءة حوالي 1.1 متر لكل ثانية سكوير روت مين سكوير. نزود السرعة واحنا شغالين، هلاقي القراءة الخاصة بالاكسلريشن بتزيد 12 من 100 متر على الثانية تربيع. نزود السرعة كمان 13 من 100 متر على السكند سكوير روت مين سكوير. تعالوا نحطها في اتجاه الاكسيال ونشوف القراءة قد ايه، حوالي 12 من 100 متر على السكند سكوير، او 14 من 100، كل ما نزود السرعة كل ما تزيد، حوالي 15 من 100 متر لكل سكند سكوير روت من سكوير. تعالوا ننقص السرعة، نقصنا السرعة فالقراءة بتقل اهي 9 من 100. عشان نقارن قراءة الفايبريشن في ماكينة السي ان سي عبارة عن فريزة رأسية، هنوديها على فريزة رأسية بلدي، فريزة رأسية عادية خالص، ونقيس زي ما احنا قيسنا في اتجاه الاكسيال، ونشغل الفريزة الرأسية ونشوف القراءة الخاصة بالروت مين سكوير. نختار اكسلريشن ونبدأ نسجل قراءة الفايبريشن. ادي القراءة حوالي 2.8، القراءة حوالي 2.8 روت مين سكوير متر بير سكند سكوير. القراءة طبعا طلع حوالي 20 ضعف القراءة الخاصة بالسي ان سي.
تعالوا نزود السرعة. لما زودنا السرعة قراءة الفايبريشن زادت 3 وشوية. طبعا احنا بنقيس with no load زي ما قيسنا with no load في سن سي، بنقيس with no load في الفريزة الرأسية العادية. نوديها على الفريزة الأفقية ونحطها على الفريم الـ vertical column، كولوم الرأسي. ده يعتبر وضع أكسيال بالنسبة للبيرنج. ونسجل برضو with no load. ادي الاكسيريشن حوالي 7 من 10 متر لكل ثانية سكوير روت من سكوير. نزود السرعة هلاقي قراءة الفايبريشن زادت حوالي 1.6 من 10 متر على الثانية سكوير روت من سكوير. نحط ترانسديوسر في وضع الراديال ونسجل القراءة حوالي 2 متر على الثانية سكوير روت من سكوير.